السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية، وعواشركم مبروكة ورمضان على الأبواب إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو. كما قلت لكم احنا مقبلين على هذا الشهر الكريم، ومن بين الحاجيات اولا اللي كتخصنا هذه التقضيه ديال رمضان. يعني درت لكم واحد الجوله وصراحه في اتقدوا كاينه اثمنه اللي زوينه بزاف. المهم غتبقاو مع الفيديو حتى الاخر، غتلقاو بزاف الاثمنه اللي زوينه فيها بحال الزبده، كاينه بثمن مناسب، كاين داك الشعريه الصينيه، بزاف الحوايج صراحه اللي كاين ما يدار في اتقدوا. نخليكم مع هذا الفيديو حتى النهايه ديالو، تفرجوا فيه غتلقاو فيه بزاف المكونات اللي فيها ثمن زوين، ونتمنى يعجبكم ونال الاستحسان ديالكم. وخليوا ليا واحد لايك للفيديو وبارطاج علاش لا. نتمنى يدخل عليكم هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه وطول العمر وباش ما تمنيتو. نخليكم حتى نهايه الفيديو، مع السلامه. خليك لي يا فاني ونطير معك الى هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح، خليك ليلي يا سالي وانطر معك الى هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وبلا انا اشتاني في الرسالة، كيف تقلب الحنا
شيري هلا معايا في وقت الشدة عدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تايب فيا ولا غلطتي خاف عليا وبلومش طول وانا وانا خلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك ليلي يا سالي وانطر معك بلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا وملاك انا اشتاني في الرسالة كذا تقلب لحنا شوف حالي انا I'm not afraid.
خليك لي ليا بالي ونطير معك بلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي ليا بالي ونطير معك بلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا عشيري هلا معي في وقت الشدة